السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالكم شباب؟ شو نسوي معك؟ راج لين جاب لكم شرح جديد من قناة دايري كرياترز. طبعا اليوم راح اشرح لكم طريقة تسوون الفكس الجريتش هذا اللي في الاخضر والاحمر وال بالعربي كان التكست جريتش. طبعا اول شيء تسويه تفتح فوتشوب فايل نيو. ها طبعا يمديك تفتح الباك حقك او اي شيء. انا بس بحط الاحداثيات 720 هذا هلا 250 دقيق بس بصبغ هذا اسود كذا كويس. اول شيء تسوي تفتح تكست انا بستخدم اول ما تفتح التكست حط الخط اللي تبيه. شوف يعني شوف اللي ايش تبغى تسوي انت. اول الحين بختار في خط تايبوغرافي كويس هذا هو. بحط لكم رابط تحميل الخط في الوصف اللي تبغونه. طبعا اول شيء بكتب كرايزن مثلا بصبغ الخط ابيض. اوكي كذا كويس. بخليه فوق كويس كذا مثلا تكست او شيء بس بكمل بعد كده كويس. طبعا اول شيء تسويه تدبل اول شيء تروح عند اللاير تكست وتضغط على كليك يمين ريستريس تايب. بعد ما تسوي زي كذا تضغط كنترول جي بالكيبورد مرتين او انك تمسك اللاير وتوديه عند العلامه هذه عشان تسوي نسخه ثانيه. اول شيء تروح للنسخه الاولى تروح عند تضغط على كليك يمين كليك يسار مرتين. طيب تروح عند بندنج اوبشنز وتشيل حرف الجي هنا. اوكي بعدين تروح للي بعده النسخة الثانية اللي انت حاطها تروح عند blending options مرة ثانية. هم مرة تشيل الار والبي اوكي اللي هو RGB النسخة red green blue. اوكي تشيل الار والبي بعدين تضغط اوكي. تروح النسخة الاولى وتضغط على كيف كذا شيء خاص فيك انت. انا مثلا بحط ثلاث مرات على اليسار اوكي والثاني بحط ثلاث مرات على اليمين ولا مرتين كذا كويس. هذا اول شيء تسويه او انك يمديك تعكسها مثلا تبي الاحمر على اليمين والاخضر على اليسار كذا كويس. طيب الحين بيطلع لك زي تاثير 3D. طبعا ما عليك منه. اول شيء تضغط على اللاير الاول وتضغط شيفت وتروح عند اللاير الثالث عشان نحددها كلها وتضغط كنترول اي بالكيبورد او انك تضغط كليك يمين بعدين تروح عند ميرج لايرز. بعد ما تسوي زي كذا تضغط على ريكتانجل ماركي تول او حرف الام بالكيبورد بعدين تروح هنا تضغط على العلامه هذه او انك تضغط تحدد بعدين تضغط شيفت مره ثانيه. لكن الطريقه اللي انصح فيها تروح عند هذه وتضغطها وحاول انك ايش تحدد في الاماكن تحدد على زيد مربعات الاحرف هذه مثلا مربع صغير مربع كبير على كيفك سوي زي كذا. طيب بعدين تضغط علامة سهم او حرف ال V بالكيبورد بعدين تحرك على اليسار ثلاث مرات. لازم تسخ اللاير نسيت. اوكي دقيقة خلني اشيل مربعات بسخ اللاير مرة ثانية. اللاير الثاني M بالكيبورد تحدد المربعات هذه. طبعا انا لان هذا شرح انا ما راح اسويها بدقة يعني بترتيب وزي كذا. فاللي اذا انت قاعد تسويها تجربة او قاعد تسوي بانر سوى بطيقتك وقف المقطع وقعد تكتك عليه. طبعا وانت محدد اللاير ثاني اضغط سهم يسار مرتين او ثلاث مرات. طيب بعدين اضغط كنترول دي بالكيبورد وزي ما تشوفون طلع التأثير هذا. اذا ما عجبك اضغط كنترول زد. طيب ولا روح عند ادت اندو سيليك لا ستيب باكورد بعدين ستيب باكورد مرة ثانية وبرجعك للبداية. انا بحركها مرتين الحين اوكي كذا عاجبني. بعدين اضغط كنترول بالكيبورد واحدد اللاير الاول واضغط كنترول اي بالكيبورد اوكي. بعدين ادبلها مرة ثانية بالضغط على كنترول جي مرة ثانية واحدد مرة ثانية لكن ايش في اماكن مختلفة او لو نفس المكان ما عندك اي مشكلة لكن حاول انك ايش تنوع فيها زي كذا.
بعدين تضغط على السهم مرة ثانية وتحرك المرة مو على يسار على يمين ثلاث مرات أو مرتين شيء راجع لك أنت. طبعا بيطلع لك التأثير زي كذا، يمديك تستخدمه في أكثر من شغلة، يمديك تستخدمه في البانرات في الهيدرات في الأوفرلاي، يمديك تسويه في التكست كذا بسيط. بعد ما تخلص اضغط كنترول واضغط على اللاير الثاني، اضغط كنترول إيه عشان تدمجها مرة ثانية عشان ما يروح عليك اللاير. طبعا هذا كان شرح اليوم. طبعا قبل إذا خلصت من التأثير ارجع للمر الريكتانجل بعدين اضغط هذه مرة ثانية عشان اذا حدثت مرة ثانية ما يروح عليك وتنسى انك ترجعها ولا شيء، فرجعها على هذيك كنترول دي سيلكت. طبعا يا شباب هاني هنا نهاية المقطع، لا تنسى لايك وسبسكرايب، كان معكم كرايزم، لا تنسى تسوي سبسكرايب القناة هاي تكفون يا شباب لان قناة جديدة وحابين ندعم المصممين الصغار، راح ندعمهم ندعم المصممين العرب نحاول ننشرهم. فبس شباب هنا وصلنا لنهاية المقطع، السلام عليكم.